تونس احنا خدينا مذكره من وزاره التعليم وهذه المذكرات صفتات ل 26 مندوبيه في تونس وان شاء الله غياخذوا هذه الانفورماسيون علينا وغيعلقوها في المدارس اي واحد اللي كيتسنت لنا يقدر يعمر الفورميلير يتصاب في www.alueducation.com so هي فرصة رائعة شحال هذه اللي كنت كنزور في تونس كانوا دائما كيسولوا للناس هذا البروغرام نتاع عندكم نتاع ALA رائعة ولكن علاش ما عندكمش بروغرام جامعي علاش عندكم بروغرام هي نتاع التلاميذ اللي ديجا زعما في الليسي والحمد لله دابا عندنا بروغرام جامعي فتحنا جوج الجامعات واحدة في إيل ديال موريس واحدة في رواندا وهذه الجامعات كيديروا نفس البرنامج نفس البروغرام نفس الغيزو القوي اللي كيدير ALA ولكن كنعطيو دبلومة مقبولة في العالم كله دبلومة جامعية وكنعطيو ماسترز مقبولة عاوتاني في العالم كله وبالغيزو نتاعنا والحاجة اللي كتفرقنا حنايا بين الجامعات الاخرين كاين بزاف الحاجات ولكن الأهم حاجة الأول عام كيشتغلوا 4 شهور وكيقراوا 8 شهور وعاوتاني نفس الحاجه العام الثانيه والعام الثالثه ومعناه من الواحد كيتخرج من عندنا ديجا عنده عام نتاع الاكسبيرينس بالخدمه وهذه حاجه مهمه بزاف لان الواحد ملي كيكمل الجامعه في اغلب الجامعات ما كيقدرش يسيب خدمه ولا صاب خدمه ما كتكونش خدمه في النيفو لان ما عندهمش اكسبيرينس وحنا كنعطيهم الاكسبيرينس وسورتو كنعطيهم ريزو قوي بزاف يعني سيد مهدي انتم رفعتوا في سن القبول نتاع الطلبه يمكن يلتحق بهذه الجامعه اللي سنهم اكبر من 15 سنه لا باش يتقبل الجامعه خاصو يكون في التيرمينال يعني اي واحد اللي ليسيان اللي في التيرمينال في اخر عام ديال الليسي ممكن يعمر باش يجي عندنا بكالوريا يعني اكزاكتلي اي واحد اللي في البكالوريا يقدر يجي عندنا وايضا واحد اللي في الوقت في الكلاس بريبا يقدر يجي عندنا بريبا ولا واحد كاع يكون في الجامعه دابا يكون في اول عام ديال لافاك ولا ثاني عام ديال لافاك في مصلحتهم ينسوا داك الشيء اللي هما كيديروا ويجيو عندنا ينسوا فاش قاعدين يقراوا ويجيو يسجلوا عندكم في الجامعه الافريقيه لاعداد القاده المهدي دونك بالنسبه للطلبه او التلامذه اللي سنه في المرحله النهائيه في الدراسه اللي عديو في البكالوريا واللي عندهم مستوى فكري وذهني مفتوح وكبير جدا معناها انتم كجامعه تنصحوهم كونهم بالتوازي مع الدراسه نتاعهم يقدموا للكونكور هذا بالنسبه للجامعه الافريقيه لاعداد القاده على اساس ياخذوا شهادة البكالوريا ومن بعد يلتحقوا بكم وإلا في النظام الدراسي متاعكم ينقطعوا على البكالوريا ويلتحقوا بالجامعة الإفريقية لإعداد القادة علما وكونوا الأفريكان ليدرشيب أكاديمي كانت منذ سنة الفارطة قامت بإمضاء معناها اتفاقية مع وزارة التعليم مع وزارة التربية والتكوين تتمثل في كون طلبة اللي يقرأوا عندها عندهم ما يعادل البكالوريا وأحسن من البكالوريا في تونس هي فرصة رائعة فرصة رائعة أنا أي واحد اللي كتسنت لك نصحهم يبشو دابا www.alueducation.com ممكن أيضا في فيسبوك هي فيسبوك North Space African Leadership University ويتكلموا مع التونسيين اللي ديجا كيقراو عندنا إذا عندنا تونسيين موجودين دابا في إيليا الموريس ويقدروا هما يتكلموا على هذيك الاكسبيرينس ديالهم وعندنا التلاميذ عاوتاني اللي كيقراوا في الكامبس الاخر انا ننصح اي واحد اللي كيتسنت لنا عمروا الفورميلير ما غاديش تندموا الفورميلير وين نلقاوه سيد مهدي؟ في السيت ويب www.alueducation.com هذيك هي فين يلقاو الفورميلير هي فورميلير طويله ماغيش ولكن احنا كنقبلوا الدراري على حساب كيفاش كيعمروا الفورميلا الاهم حاجه بالنسبه لنا حنايا مش النقاط اهم حاجه هي الاخلاق
ودائما كيسولنا كيفاش حنا كنعرفوا الاخلاق نتاع الدراري على حسب كيفاش كيعمروا الفورمولا، لان كنسولوهم شي اسئله اللي يمكن سي با نورمال كيجيهم سي با نورمال، ولكن من هذوك الاسئله حنا كناخذوا الانفورماسيون اللي حنا باغين. وزعما في مصلحه اي واحد يعمر ويحاول على ربي وان شاء الله خير. واضح. بعد دونك نذكر السادة المستمعين كونه لايق اعتماد النجاح اللي حقق في الدراسة، لأنه في الأساس والفكرة الأساسية متاع الجامعة الإفريقية لإعداد القادة والأفريكان ليدرشيب أكاديمي هي تكوين قادة مهمش يكونوا ناجحين في الدراسة أساسا، يعني ينجم يكون في الدراسة يعني ماهوش المستوى الدراسي متاعه ممتاز، لكن عليه أن يكون أخلاقيا وإنسانيا معناها رفيع المستوى، لأنه يعتمد على الفكر اللي عنده كيفاش ينجم يحقق علاقات ويكون عنده امباكت مع الناس اللي حوله، سواء كانوا زملائه في الدراسة وإلا في الحي وإلا في الكلية في الجامعة وإلا في المدرسة وإلا في العائلة. هما يبحثوا على القائد اللي في هذا الطفل الصغير أو في هذا الشاب الصغير أو هذا الشاب، حتى ينجموا يكونوا هما تكوين إضافي حتى يتخرج من الجامعة الإفريقية لإعداد القادة، وهي جامعة معناها عندها هي إفريقية لكن عندها فرع عالمي. دونك اللي بشي يدخلوا للجامعة متاعكم بعد ما يعمروا الفورمولير هذا اللي موجود على سيت ويب، كيفاش تتم العملية؟ دونك هو يعمروا فورمولير ومن بعد تجيو انتوما تعملوا معاهم انترفيو؟ نفس الحاجة اللي كنت كندير شحال هذه مع اي واي، هي نفس البروسيدور مع اي او يو، كيعمروا الفورمولير وكنبحثوا لهم شي حوايج اللي خاصهم شي موديولز اللي خاصهم يكملوهم، وعلى الاخر انا كندير معاهم استجواب وكنتعرف عليهم وعاد كنختاروا الاحسن واحد اللي احسن ست لينا وكيجيو عندنا ان شاء الله. وزعما كما ندموش حاجه رائعه، والتجربه ديال هذوك اللي مشاو الاي او اي معروفه، وهذوك اللي دابا في اي ار يو ممكن نتصلوا بيا في الفيسبوك نقدر نحطهم اون كونتاكت مع التونسيين اللي ديجا يقراو عندنا، نقدر نفسره لهم كل حاجه. هي حاجه باهيه برشا 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 وما ندموش عليها، وانت عارفه هذه الحاجه مزيانه. نشكرك على المجهود اللي قاعد تقوم به باش تتواصل مع السادة المستمعين، لأني نعرف الدنيا كيفاش تتكلم، فنعرف أنت قاعد تبذل مجهود جبار للتواصل توا، والكلام مفهوم جزئيا. يعطيك الصحة أستاذ المهدي. باهي دونك إمكانية التسجيل حتى الوقتاش ما زالت مفتوحة؟ هي مفتوحة. البرومير راوند سي إيرلي ديسيجن جوسكا لو 2 جانفيي، بمعنى ما فيش وقت برشا، ولكن كاينة regular decision round من بعد داكشي، ولكن أنا ننصح أي واحد اللي كيتسند لنا ما تسناوش، بداو الفورميلا هادنا على خاطر يشد وقت. Yeah, I mean, because it takes a long time. كياخد وقت باش الواحد يعمر، و you know, so النصيحة بداو هادنا ما تسناوش، بداو سي غراتوي اون بيريان، you know, عمروا الفورميلا ونشوفوا شنو يوقع إن شاء الله. باهي، نذكروا مرة أخرى بعنوان الموقع. يمشيو ل www.aluEducation.com، وفي الفيسبوك يقدروا يتصلوا بيا North Space African Leadership University، وزايد يقدروا يمشيو لأي كوميسارية في 26 مندوبية في تونس، يمشيو الكوميسارية يقولوا لهم احنا عايزين النوت نتاع African Leadership University يسفتوها الليسي ديالنا، والمعلومات كلهم كاينين في هذاك النوت، والفورميلا بالعربية كاينين في هذاك النوت. سو المذكرة راح تصفتت، ولكن واش وصلت للليسي سي با سيو. شكرا جزيلا جزيلا جزيلا، ونتمنى نشوفك اقرب وقت ممكن ان شاء الله. شكرا ليك سيد مهدي أميح. نذكروا اللي احنا نحكيو على الافريكان ليدرشيب يونيفرسيتي، اللي هو برنامج عالمي لتكوين القاده، واللي يمكن الشباب اللي قاعدين يسمعوا فينا توا حتى هما يقراوا في المعاهد نتاعهم وفي الجامعات نتاعهم من الدخول الى جامعه عالميه بتكوين ممتاز منفرد من نوعه في العالم بطريقه مجانيه، ويكفي فقط كونكم تعملوا فورمولير موجود اون لين على السيت ويب نتاع الافريكان ليدرشيب يونيفرسيتي حتى يقع التريتمون نتاع المطلب نتاعكم، وبطبيعه باش يقع اختيار مجموعه من الطلبه يجيو من بعدك سيد رئيس الجامعه الافريقيه لاعداد القاده، يلتقي بالمجموعه هذوما، يعملوا لهم ما يسمى بالانتروتيان اللي يقولوا له انترفيو، ومن بعد اون فوا معناها وقع الاختيار نتاع مجموعه من الطلبه يتم الحاقهم بمدارس في العالم. ناخذ لو كان تسمح سيد مهدي قبل ختام هذه المداخله المكان اللي
ينجموا يقراوا فيه الطلبة اللي باش يدخلوا معاكم للأفريكان ليدرشيب يونيفرسيتي؟ وين باش يقراوا حقيقة معناها؟ عندي very good news. أخبار طيب. ممكن يبدأوا القراية ديالهم في تونس. أي. إلا إحنا دابا أنا لقيت كاين الحاجات اللي واقعين دابا اللي يمكن يسمح لنا نبدأوهم في تونس. المعنى لأن دابا الدراري اللي كيقراو عندنا في الجامعة كيقراو في الإنديال موريس وكيقراو في رواندا. ولكن إحنا دابا في أون بروسيس. باش ان شاء الله نقدروا نقراوهم نبداو بعدا ان غران بورسيون هنا في تونس. انا نفاجئك انا بمعلومه سي المهدي اميه، كون الطلبه اللي يحبوا يلتحقوا بالجامعه الافريقيه لاعداد القاده هو من دوافع يعني التسجيل كونهم يخرجوا يقراوا خارج تونس، لانه في الخروج نتاعهم لقاء مع جنسيات اخرى واكتساب لخبرات ومهارات والتعرف على ثقافه اخرى، فبالتالي من النقاط المشجعه كونهم باش يخرجوا من تونس باش يمشوا يقراوا في ليزيل موريس ولا في رواندا والا في جوهانسبورغ والا في امريكا والا في روسيا والا غيره. باهي، اما اخبار طيب بتاتخ بالنسبه للناس اللي ما تنجمش تبعد، علما وكون الجامعه تتكلف بكل مصاريف النقل والاقامه والدراسه الى اخره، معناه طالب يهز روحه وفكره ذهنه فقط. ثم الجامعه هذه اخبر لي نحن الاعلاميين مهم، وربما للناس اللي يحبوا يجيو لتونس هذا كيف كيف. اي وقتاش هذا المشروع ان شاء الله سيد مسي مهدي؟ ما نقدرش نقول دابا لان سي اون بروسيس، زعما كتحتاج بزاف الموافقات، ولكن ان شاء الله خير. نتمنى الجابة بحال دابا مانتنون شنو واقع الدراري ما غاديش يقراو زعما as it is right now غيقراو في إنديال موريس ولا في رواندا. واحد من دونك السمية اللي باش يسجل توا باش يقرا في إنديال موريس ولا في رواندا. نعم واضح. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لك سيد مهدي أمنيح، انت معنا كنت مباشرة، انت رئيس الجامعة الإفريقية لإعداد القادة. كنا نحكيو على الأفريكان ليدرشيب يونيفرسيتي اللي كنا حكينا معاكم لمدة 3 سنوات الماضية، احنا نقدموا لكم في فكرة الأفريكان ليدرشيب أكاديمي، توصلنا الأفريكان ليدرشيب يونيفرسيتي، وهي حاجة جديدة ومهمة برشا 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 اللي يقراو سنوات نهائية وسنوات الأولى في الجامعة، سنوات نهائية في الليسي سنوات الأولى في الجامعة. شكرا سي مهدي. شكرا يا ريم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. يعيشك. بالتوفيق. هذه بانوراما من إذاعة المنستير.